مرحبا بالفريق الإداري والتقني لمؤسسة سبور إديوكاسيون إتود. هذه القافلة تهدف أولا إلى الترويج لنهائيات كأس إفريقيا في كرة القدم النسوية التي ستحتضنها بلادنا الشهر المقبل. الفضاء الثانوي الرياضيين كيحتضن فعاليات قافله كره القدم النسويه هذه المحطه 27. الغرض منها هو تشجيع ممارسه كره القدم في صفوف الاناث. بطبيعه الحال هذه المبادره كتجي كذلك متزامنه مع احتضان المغرب لفعاليات البطوله الافريقيه اللي غنطلق منذ ابتداء من يوم 2 جوليوز. وهذا النوع من الممارسه الرياضيه سيساهم في اكتشاف مواهب في صفوف الاناث في تشجيع النوع من الممارسه. وبطبيعه الحال الجامعه الملكيه لكره القدم بذل مجهود كبير بتنسيق مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه من اجل تشجيع هذا النوع من الرياضه في صفوف التلميذات داخل المؤسسه التعليميه بهدف البحث عن المواهب التي بامكانها ان تعزز الفرق الوطنيه مستقبلا. هذا الفضاء كيحتضن 200 تلميذه من العديد من المؤسسات التعليميه على مستوى طنجه اصيله واللي غادي يشاركوا في مجموعه من الانشطه طيله هذا اليوم داخل هذا الفضاء المؤسسي. بالنسبه للقافله هذه حاولت انها تبين مواهب المراه اللي هي كره القدم. المراه عندها قدره انها تلعب كره ماشي كره قدم مخصصه بالنسبه غير للرجال. وغتحيد بزاف الافكار للمغاربه بزاف المغاربه السلبيه اللي كيظنوا بان يعني كره القدم لا لعبتها المراه كتحيد من الانوثه ديالها وبزاف ديال الحوايج. فلا كره القدم كتعطيها قوه كتعطي الجسم ديالها كيبقى مزيان بالنسبه حتى الا كتكون كبيره في السن كتبان لك انها صغيره بنحافه الجسم ديالها. وكنشكر يعني لي كوتش اللي قاموا بهذا الشيء كامل. كما تشوفوا دابا هو الاقبال تبارك الله وصلنا 200 ممارسه اللي تمارس كرة القدم معنا في هذا المهرجان. وتبارك الله تيبان بانه كاين ديجا تشجيع من الاباء والاساتذه ديالهم داكشي علاش جا هذا الكم الهائل. وديجا تيبان بانه تيمارسوا كره القدم ماشي ما تيمارسوش يعني تيمارسوها في هذه المدينه. هدف هو تحسيسي لممارسه التوسيع كره القدم القاعديه لممارسه الفتيات كره القدم. وتبارك الله كنشوفوا الى يبدا من دابا يحملوا المشعل الاساتذه ديالنا الاطر ديال هنا وبداو يديروا لهم واخا مره في 15 يوم او مره في الشهر يديروا لهم بحال المهرجان. تبارك الله راه غادي تولي الممارسه مزيان في هذه المدينه وهاد القافله هذه عجبتني بزاف وزعما شي حاجه واعره اللي بنادم يزيد يتشجع يعني يلعب كره وشي حاجه. اصلا كره يعني الهوايه ديالي المفضله كنتمنى نزيدو نطوروا هذا
هذه الهواية هذه وطلعهم فوق إن شاء الله. الهدف ديالي في الكورة يعني نقوي الجسم ديالي، وكنتمنى التوفيق لجميع النساء والرجال. الكورة شي حاجة اللي واعرة كترتاح فيها ملي كتجي تلعب فيها، وكنشجع يعني بنات كاملين أو الدراري كاملين يلعبوا في هاد كرة القدم. يعني مكايناش حتى حاجة ما ديال غير ديال الرجال، يعني دابا أي حاجة دابا مرة دابا رجعت كتسوق الطيارة، يعني دابا النساء رجعوا كيعملوا كل شيء. يعني أنا إن شاء الله نربح نولي شي حاجة كبيرة. ما كرهتش صراحة نلعب مع المنتخب حتى أنا، ونولي شي حاجة كبيرة، بطلة كبيرة ديال العالم. صراحة في حالة القافلات خاصهم يكثروا بزاف عندنا هنا في المغرب، منها البنات الصغيرين كينشطوا وكيستافدوا بزاف د الحوايج، وحتى حنا كنزيدوا نستافدوا معاهم بزاف. هي في الحقيقة الرسالة اللي كنوجه للآباء البنيات والأمهات ديالهم، يزيدوا يثقوا في بناتهم ويزيدوا يحمسوهم ويشجعوهم أكثر وأكثر. صراحة الكرة النسوية راها زوينة وغادا كتطور إن شاء الله وغيكون ما أحسن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.